السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل السادة المتابعين الأفاضل، أحب أعرف حضراتكم إن القناة متوفر عليها دلوقتي منهج الساينس لبرايمري 6. أتمنى من حضراتكم تتابعونا، لأن اللي هيدرس المادة أستاذة من أفضل الأساتذة المتخصصين في مادة الساينس. وزي ما احنا متعودين، هنوفر شرح كامل ووافي لكل أجزاء منهج الساينس، وهنوفر كمان ملخصات شاملة للمنهج، وهيكون معاها مجموعة من الشيتات، وبرضه هنحل أسئلة كتاب الأساسمنت. علشان توصلوا للفيديوهات هتلاقوا بلاي ليست او قائمه تشغيل الفيديوهات عنوانها ساينس جريد 6 سكند تيرم، هتلاقوا كل الفيديوهات موجوده فيها ان شاء الله. اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 6 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. الدرس بتاعنا النهارده هنحل فيه اكسرسايز 2. يلا مع بعضينا نبدا الدرس. اول سؤال معايا بيقول لي بوت ليس ذان جريتر ذان اور ايكوال، ايه علاقه ال 3 بالنيجاتيف 3؟ ال 3 ده بوزيتيف انتجر والنيجاتيف 3 نيجاتيف انتجر، واحنا قلنا اي بوزيتيف انتجر لازم يكون جريتر ذان اي نيجاتيف انتجر. طيب 4 و 3 طبعا ال 4 جريتر ذان ال 3، نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 ناخد بالنا النيجاتيف 3 هي اللي اكبر من النيجاتيف 4 وشرحنا في الدرس ليه. طيب نيجاتيف 8 و 4 اي بوزيتيف انتجر لازم يكون اكبر من اي نيجاتيف انتجر. طيب 0 ونيجاتيف 1، الزيرو اكبر من اي نيجاتيف انتجر، الزيرو اكبر من اي نيجاتيف انتجر. طيب 3 ونيجاتيف 6، البوزيتيف انتجر اكبر من اي نيجاتيف انتجر. طيب هنا الابسوليوت بتاع النيجاتيف 4 يديني 4، والابسوليوت بتاع الزيرو يديني 0، ال 4 جريتر ذان الزيرو. طيب ناخد بالنا من دي قوي، اوعى حد يقول لي هنا 8 وهنا نيجاتيف 8، لا ده الابسوليوت بتاع النيجاتيف 8 يديني 8، يبقى 8 و8 الاثنين ايكوال. يلا النيجاتيف 13 الابسوليوت بتاعها 13، وال 13 جريتر ذان ال 3. يلا نيجاتيف 15 هنا الابسوليوت بتاع نيجاتيف 2 يديني 2، والبوزيتيف انتجر اكبر من اي نيجاتيف انتجر. هنا ناخد بالنا من دي، النيجاتيف دي هتفضل معايا، الابسوليوت بتاع نيجاتيف 4 يديني 4، والنيجاتيف دي تبقى جنبها، يبقى ده كله عباره عن نيجاتيف 4. ايه علاقه النيجاتيف 4 بال2؟ طبعا اصغر منها. طيب يلا نبص على دي، الابسوليوت بتاع النيجاتيف 3 يديني 3، وهو هنا بيقول لي 3 بلس ال 3، 3 بلس 3 تديني ال 6، هنا 6 وهنا 8، ال 6 ليس ذان ال 8. يلا نحل دي، الابسوليوت بتاع نيجاتيف 9 ماينس مين؟ ماينس 5، لان ابسولوت ال 5 ب 5. طيب ابسولوت نيجاتيف 4 ب 4، 9 ماينس ال 5 تديني كام؟ تديني 4، وعندي الناحيه الثانيه 4، يبقى الاثنين ايكوال. طيب يلا الابسولوت بتاع نيجاتيف 7 يديني 7، الناحيه الثانيه نيجاتيف 7، يبقى 7 جريتر ذان نيجاتيف 7. يلا مع بعضنا نشوف اكسرسايز 2، بيقول لي كومبليت ذا فولوينج، ذا نمبر اي از نيذر بوزيتيف نور نيجاتيف، طبعا الزيرو، the number zero is neither positive nor negative، ومهمة وبتيجي كتير في الامتحانات. The smallest positive integer is a and the greatest negative integer is a، برضو دي مهمة قوي، اوعى حد يقول لي اصغر positive integer zero، لا اصغر positive integer is one، ومين اكبر negative؟ اكبر negative is negative one. يلا اللي بعديها، the smallest non-negative integer is a، مين اصغر نون نيجاتيف؟ مين هم النون نيجاتيف؟ البوزيتيف، البوزيتيف بس ولا في حاجه كمان؟ لا البوزيتيف ومعهم الزيرو، يبقى اصغر نون نيجاتيف از زيرو. يلا the largest non positive integer is a، مين هم النون بوزيتيف؟ كل النيجاتيف، كل النيجاتيف بس ولا معهم الزيرو؟ لا معهم الزيرو، يبقى اكبر integer non positive is برضو الزيرو. يلا هنا the set of integers between negative 3 and 2 equals، هو بيقول لي هنا the set، يبقى لازم افتح براكت، مين اللي ما بين النيجاتيف 3 وال 2؟ النيجاتيف 2، النيجاتيف 1 وال 0 وال 1. يلا the set of integers less than 1 and more than negative 4 is a، مين اصغر من ال 1 واكبر من النيجاتيف 4؟ نعملها هنا كده، هيبقى عندي 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 ونيجاتيف ال 3.
اللي شايف انه بيستفيد من القناه وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناه عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. كويتشن 3 بيقول تشوز ذا كوركت انسر، هنا نيجاتيف 7. طيب الناحيه الثانيه في ايه؟ النيجاتيف ده هيستنى معايا. الابسوليوت بتاع نيجاتيف 9 تديني 9 وعندي نيجاتيف هنا، يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 7 وعندي هنا نيجاتيف 9. نيجاتيف 7 اكبر من النيجاتيف 9 يبقى نختار جريتر زين. طيب هنا النيجاتيف 4 وهنا الابسوليوت بتاع النيجاتيف 4 يديني 4، والنيجاتيف طبعا اقل من البوزيتيف. اللي بعديها an integer included between negative 2 and 3، مين هو النمبر اللي موجود ما بين negative 2 و 3؟ طب هم مين ال integers ديت؟ عندي negative 1، عندي 0، عندي 1، عندي ايه؟ عندي 2. مين هنا بقى في الحته ديت اللي هو negative 1؟ يلا اللي بعديها the integer which comes just before the number negative 5. before يعني قبل، just before يعني ايه؟ يعني قبل. طب قبله ده هل نعتبره النيجاتيف 4 ولا اعتبره النيجاتيف 6؟ ممكن اقول ده قبل وده قبل، لا ناخد بالنا البيفور او اللي بعتبره قبل هو الاصغر، تمام؟ just before يعني الاصغر منه، اللي قبليه بس من ناحيه الاصغر، تمام يا اولاد؟ يبقى اللي قبل النيجاتيف 5 اللي هو مين؟ النيجاتيف 6. يلا اللي بعديها the integer which comes just next، مين اللي بعد ال 23 اللي اكبر منها؟ اللي اكبر من ال 23 24. طيب يلا اللي بعد كده the number of integers between negative 2 and 2، هنا بيسالني عن عددهم مش عايز واحد ما بينهم، بيقول لي the number of integers عدد ال integers. طب هم مين هم؟ عندي النيجاتيف 1، عندي الزيرو 0، وعندي مين؟ وعندي ال 1. دول كام؟ دول 3 integers. يلا اللي بعد كده يقول لي arrange in an ascending order each of the following ascendingly، يعني من الصغير للكبير. هنعمل الارنجمنت هنا كده، مين اصغر حاجه؟ نيجاتيف 5، بعديها نيجاتيف 1، بعديها 1، then 3. يلا هنا اصغر حاجه مين؟ نيجاتيف 9، بعديها نيجاتيف 7، بعديها نيجاتيف 4، وبعديها نيجاتيف 1. يلا هنا قبل ما ارتب يا اولاد في عندي ابسوليوت هنا، الابسوليوت ده قيمته كام؟ قيمته 8، ناخد بالنا. ولما اجي ارتب، لما اجي اكتب ما اكتبش ال 8، اكتب ايه؟ الابسوليوت بتاع نيجاتيف 8. يلا اصغر حاجه نيجاتيف 15، بعديها نيجاتيف 8، بعديها ال 8 اللي هو اصلها الابسوليوت فاليو بتاع النيجاتيف 8، بعد كده عندي 12، then 19. يلا اللي بعديها اصغر حاجه عندي نيجاتيف 60، واللي بعديها نيجاتيف 22، واللي بعديها نيجاتيف 17، واللي بعديها عندي 0 و 2 then 6. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي arrange in a descending order each of the following descendingly، يعني من الكبير للصغير. لو اتلخبطنا انا عندي اول لتر دي مشابه لاول لتر في كلمه داون، داون يعني الاسفل، يعني من الكبير للصغير. يلا هنكتب الترتيب على طول، مين اكبر حاجه عندي؟ ال 7، مين بعديها؟ ال 0، مين بعديها؟ نيجاتيف 9، اصغر حاجه عندي نيجاتيف ال 15. يلا هنا اكبر حاجه عندي بوزيتيف 8، بعديها الزيرو، بعديها نيجاتيف 13، بعديها نيجاتيف ال 15، واصغر حاجه عندي نيجاتيف 19. طيب يلا هنا اكبر حاجه عندي 33، بعديها 2، بعد كده نيجاتيف 28، بعد كده نيجاتيف 35، واصغر حاجه
نيجاتيف 37. يلا اللي بعد كده، اكبر حاجة عندي مين؟ اكبر حاجة عندي الفايف، بعد كده الثري، بعد كده الوان، وعندي نيجاتيف وان ونيجاتيف ايت، واصغر حاجة نيجاتيف 11. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي write the previous integer and the next integer of each of the following integers. البريفيوس يعني اللي قبليه، وكلمة اللي قبليه يعني اللي أصغر منه، تمام؟ يبقى النيجاتيف 9 مين البريفيوس بتاعها؟ البريفيوس بتاعها نيجاتيف 10 اللي هو أصغر منها. ومين النكست؟ النكست عندي بيبقى نيجاتيف 8. يلا ال 13 مين البريفيوس بتاعها؟ يعني اللي قبل ال 13، وطالما قلت قبل يبقى نقصد الأصغر منها، الأصغر من ال 13 12. مين النكست؟ 14. يلا هنا 23 من البريفيوس 22، من النكست 24، الزيرو من البريفيوس من اللي أقل منه على طول النيجاتيف 1، من النكست اللي يلي الزيرو أو اللي بعديه ال 1. كوتشن اللي بعد كده بيقول لي write the integers between each two integers of the following. عايزين نكتب الانتجرز ما بين الاتنين دول. ها مين الانتجرز اللي ما بين النيجاتيف 4 وال 2؟ اللي بعد النيجاتيف 4 على طول نيجاتيف 3، وعندي نيجاتيف 2، وعندي نيجاتيف 1، وعندي الزيرو، وعندي مين؟ ال 1. هو ما قال لي الست، لو قال لي ست كنت كتبتهم جوه ايه؟ جوه براكتس. طب يلا ما بين النيجاتيف 1 وال 5 0 1 2 3 وعندي 4 اند ال 4، هي دي الانتجرز اللي ما بين نيجاتيف 1 و 5. يلا ما بين نيجاتيف 7 و 0 عندي نيجاتيف 6، نيجاتيف 5، نيجاتيف 4، نيجاتيف 3، نيجاتيف 2، نيجاتيف 1. طبعا مش هكتب 0 عشان هو قال لي between. كوتشن اللي بعد كده بيقول لي write using the listing method each of the following sets. زي ما قلت لكم كلمة listing method يعني لازم اكتب كل العناصر اللي بداخل هذه المجموعة. هنا the set of integers greater than negative 2، مجموعة الانتجرز اللي اكبر من negative 2. نعمل الست اهيت، الأكبر من نيجاتيف 2 النيجاتيف 1 وال 0 وال 1 وال 2 وكل البوزيتيف انتجرز، أعبر عنهم إزاي؟ أعمل دوتس كده. يلا هنا ذا سيت أوف انتجرز سمولر ذان ال 0، مجموعة الانتجرز اللي أقل من ال 0. اللي أقل من ال 0 كل النيجاتيف، أكتب إزاي كل النيجاتيفز؟ أبدأ من نيجاتيف 1 وأنا نازل بقى نيجاتيف 2، نيجاتيف 3 and so on. طيب a set of integers greater than negative 3 and smaller than 2، مجموعة الانتجرز اللي أكبر من negative 3 وأقل من ال 2 هم مين؟ أكبر من negative 3 negative 2، negative 1 و 0 و 1. طيب a set of integers between negative 4 و 3، ما بين ال negative 4 وال 3 هنلاقي عندنا negative 3، negative 2، negative 1 وال 0 وال 1 وال 2. اللي بعديها بيقول لي the set of negative integers whose absolute value of each is greater than ال 4. عايزين مجموعة النيجاتيف اللي الابسوليوت بتاعها ناخد بالنا اكبر من ال 4. طيب اكبر من ال 4 يبقى لازم يكون 5. طب مين النيجاتيف اللي الابسوليوت بتاعه يديني 5؟ النيجاتيف 5. وطبعا هناخد اللي اصغر منها واحنا ماشيين علشان الابسوليوت بتاعه يتحول لبوزيتيف اكبر من الفور. يبقى المجموعه اللي عندي هنا هتبقى نيجاتيف 5، نيجاتيف 6، نيجاتيف 7 ان اي اند سو اون، لان الابسوليوت بتاع النيجاتيف 5 هيديني 5، والابسوليوت بتاع نيجاتيف 6 يديني 6، والابسوليوت بتاع نيجاتيف 7 يديني 7، وكل دول واحنا ماشيين هيبقى اكبر من الفور. The set of non-negative integers، مين مجموعة non-negative؟ خلاص عرفنا ان هي مش البوزيتيف بس، لا البوزيتيف ومعاها الزيرو، يبقى الزيرو وكل البوزيتيف. طيب مين الست بتاعت non-positive؟ وناخد بالنا ده مزود لي كلمة even. non-positive يبقوا مين؟ النيجاتيف ومعاهم الزيرو، وناخد بالنا الزيرو even، يبقى ال 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 6 and so on.
يلا اللي بعديها. عندي ست كبيرة اسمها إكس، الست دي جواها مجموعة من العناصر اللي كل عنصر فيهم بنرمز له بالسمول لتر إكس. الإكس دي بتبلونجس للزد، يعني ممكن تكون نيجاتيف، ممكن تكون بوزيتيف، ممكن تكون زيرو. طيب عايزين نحددها أكتر. هو بيقول لك إن الإكس ديت للزد أور إيكوالز نيجاتيف 2، يعني نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 ونيجاتيف 5 and so on. يلا اللي بعديها. عندي ست اسمها اكس، الست دي جواها مجموعة من العناصر كل عنصر فيهم بنرمز له بايه؟ باللتر اكس سمول. الصفة بتاعت العناصر دي بتبلونجس للزد. طب هما مين بالظبط؟ هما جريتر زان نيجاتيف 1 وليس زان ال 1. من الانتجر اللي اكبر من نيجاتيف 1 واقل من ال 1 مفيش غيره، ده الزيرو. يبقى انا عندي الاكس هنا هنقول كده الاكس ايكوالز، يبقى انا عندي الاكس ايكوالز الايه؟ الزيرو. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي كومبليت ذا فولوينج. عندي هنا باترن نيجاتيف 7 نيجاتيف 6 نيجاتيف 5. يا ترى ماشيين ازاي؟ طبعا بنزود 1، يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 4 وعندي هنا نيجاتيف 3 وعندي هنا نيجاتيف ال 2. طيب هنا نيجاتيف 2 0 2 4. الرول بتاعتنا عباره عن ايه؟ الرول عباره عن بوزيتيف 2، بنعمل سكيب كاونتنج باي 2. هنا الرول عباره عن ايه؟ بوزيتيف 1، يعني بنزود 1 واحنا ماشيين ناحيه الرايت. وهنا نكتب 6 8 then 10. طيب يلا الرول هنا عامله ازاي؟ النيجاتيف 50 نيجاتيف 40 نيجاتيف 30، يبقى احنا بنزود 10 كده، احنا بنزود مش بننقص. لما زود 10 نيجاتيف 20 نيجاتيف 10 زين الزيرو. يلا اللي بعد كده بيقول لي use the following table to answer the following questions. عندي هنا مجموعة مدن، كاتب لي الهايست تمبريتشر وعندي هنا اللوست تمبريتشر. أكبر درجة حرارة اتسجلت في هذه المدينة نيويورك، أكبر درجة حرارة الـ 8 وأصغر درجة حرارة نيجاتيف 2. كايرو أكبر درجة حرارة 16 أصغر درجة 8. السؤال بيقول لي order the highest temperatures of all the cities from the greatest to the smallest. ال highest temperatures ديت عايزين نرتبها من ال greatest لل smallest، يبقى نعمل كده. الترتيب هيكون ازاي؟ من ال greatest أكبر حاجة مين؟ ال 16، بعديها مين؟ 10، بعديها 8 وعندي 5 وعندي 3 واصغر حاجه نيجاتيف ال 5. ممكن نعدهم علشان نتاكد ان احنا مش ناسيين حاجه. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6. طيب order the lowest temperatures of all cities from the smallest to greatest. ادي ال lowest عايزين نرتبهم من ال smallest لل greatest. اصغر حاجه مين؟ نيجاتيف 15. مين اللي بعديها؟ نيجاتيف 5، بعد كده نيجاتيف 4، عندي نيجاتيف 2، عندي 3 واكبر حاجه عندي ال 8 اند ال 8. كويتشن اللي بعد كده بيقول لي سولف ذا فولوينج. A diver is at negative 5 meter and a balloon is at 5 meters. Which is closer to sea level؟ مين فيهم الاقرب لمستوى سطح البحر؟ لو انا اعتبرت ان ده كده السي ليفل، الدايفرز موجود فين؟ عند نيجاتيف 5 مترز. معنى نيجاتيف 5 مترز يعني الدايفر موجود تحت. يعني لو هنا كده العمق ده كده 5 مترز، يبقى الدايفر موجود هنا. طب البالون موجود فين؟ اباف بالبوزيتيف 5 بالبوزيتيف فوق. تمام يا اولاد؟ يبقى مين فيهم الكلوزر تو ذا سي؟ لا، هما الاثنين at the same level. نكتب كده they are at the same level from sea level. يعني هما الاثنين على نفس المستوى من سطح البحر. طيب a helicopter is at an altitude of 1000 feet. عندي هليكوبتر على ارتفاع 1000 feet and a diving bell is at negative 750 feet. وعندي جرس كده بيتحط تحت المية
ده موجود فين؟ موجود تحت السي ليفل. ليه قلت تحت؟ عشان فيه نيجاتيف. اوكي، which is farther from sea level، مين الابعد عن السي ليفل؟ عندي الهليكوبتر دي موجوده اباف، موجوده فوق ب 1000 فيت، وعندي الدايفنج بيل موجود تحت بكام؟ 750. يبقى الهليكوبتر هي اللي ابعد، بس ابعد من ناحيه فوق. يبقى نقول كده ذا هليكوبتر is farther from sea level than diving bell. زي ما انتم شايفين يا اولاد المسائل سهلة جدا جدا. ان شاء الله الهوموركس بتاعتكم التو ورك شيتس اللي هينزلوا يا ريت تحاولوا تحلوهم مع نفسكم الاول قبل ما تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتهم. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.